الآن نجي للمثال اللي هو شرح للإنكريمنت والديكريمنت بشكل توضيحي وشكل مفصل أكثر، عدا عن بقية الأسايمنتس وغيرها راح ناخذ عليها مثال آخر. خلينا نجي نشوف هنا هذا البرنامج. عرفنا متغير سي، طبعا كالعادة نجي أول شيء نبدي بالإنكلود إنبوت أوتبوت ستريم هيدر فايل، المين void يعني لا مدخلات، وهنا هذه فارغ يعني لا مدخلات ولا مخرجات، مجرد برنامج بسيط مكتوب داخل المين. تلاحظون هنا الانتجر c اللي هو متغير معرف على انه بقيمته انتجر يعني قيمة عدد صحيح. خلينا قيمة للمتغير، القيمة اللي هي 5 واللي هو عدد صحيح. طبعا هذا كله مشروح هذه بالكومنت. اول شيء راح نجي نطبع المتغير وبعدها نسوي السي بلس بلس اللي هو البوست انكريمنت، وبعدها راح نجي نطبع قيمه المتغير بعد ما قمنا بعمليه التغيير. زين كملنا، ننزل سطر نجي هنا ايضا نخلي اسايمنت. طبعا هنا باعتبار ان قيمه المتغير ازدادت فلربما يصير كونفيوجن، فنجي هنا نعيد مره ثانيه نسوي ريسيت، يعني مجرد نعيد نسوي assignment قيمة للمتغير بدل ما تكون 6 خلينا نرجعها 5. عندك هنا الكاونت ايضا راح نطبع قيمة المتغير. هسه نسوي post increment اللي هو قبل ونشوف ونطبع القيمة، فخلينا نشوف انه البري increment العفو ونشوفهم زين ونطبع المتغير. خلينا نشغل البرنامج، هو برنامج بسيط. تلاحظون هنا عندنا هنا بالبوست انكريمنت اللي هو يجي بعد المتغير، تلاحظون اول شيء طبعنا قيمه المتغير، قيمه المتغير شنو؟ 5. اجينا وطبعنا قيمه المتغير اثناء الانكريمنت، بس هذا باعتباره بوست يعني بعد، فالقيمه اللي انأخذت هي 5 بقت قيمته. صار الانكريمنت لما نزوده بقيمه 1 ايش قد راح يصير؟ راح يصير 6 نقطة نهاية السطر، لما طبعنا القيمة صارت 6. إذا التغيير شو وقت صار؟ ما صار بنفس المكان بالعبارة البرمجية، لا، صار بعد ما طبقت، يعني اجينا منها من اليسار، طبعنا قيمة السي، بعدها صار لإنكريمنت، وبعدها نزلنا سطر. فلما طبعناها انطبعت القيمة الأولية السابقة اللي هي 5. بينما هنا لما طبعناها هي القيمة الجديدة بعد ما ازدادت بقيمة 1. هنا الكلام لا اختلف. المرحلة الثانية نزلنا طبعا سطر هذه هنا لما اول شيء طبعنا قيمته 5 تأكيد هو 5 لان يعني اصلا رجعنا احنا سوينا على assignment 5 بقيمة 5 كعدد صحيح. زين خلي نجي احنا هنا نطبع القيمة، طبعنا القيمة ماكو اشكال ماكو اشكال، فهي نفسها الخمسة. لكن هنا تلاحظون انه البري انكريمنت يعني تم الزياده قبل لا تجي للمتغير، هنا تم الزياده قبل ان يتم استخدام قيمه المتغير، هنا تم استخدام قيمه المتغير وبعدين تمت الزياده، هسه لا تمت الزياده وبعدين تم استخدام قيمه المتغير. شلون؟ هسه خلينا نجي سي اوت بلس بلس سي، البلس بلس سي ازدادت القيمه السي بواحد اللي هي 5 زائد 1 صارت 6، وبعدها لما طبعنا القيمه أصبحت الستة هي القيمة الجديدة وهي اللي تم استخدامها. نفس الكلام هنا بعدين السي ظلت قيمتها ثابتة. هذا الكلام أيضا ينطبق على الديكريمنت يعني البوست ديكريمنت والبري انكريمنت. ممكن نطبقه أيضا ونعيد نشغل البرنامج. زين احنا هنا حتى نرجعه الى قيمته الاوليه، هسه راح نجي ننسخه وننزل سطر. زين هسه بدل السي بلس بلس ايش راح نسوي؟ ماينس ماينس، وخلينا ننزل سطر حتى يكون تكون واضحه بالنسبه لكم. سي اوت اند لاين. زين وايضا هذا نفسه راح نجي نسخه، خلينا نشوف القيمه مالته تتغير لو لا. خلي سي اوت اند لاين. نعم
زين خلينا نجي نشوف التغيير اللي صار. طبعا هنا خمسة وازدادت هنا للستة. خلينا نجي نطبقه. زين تلاحظون هنا أنا. لاحظ مثل ما تكلمنا قبل السي اوت السي والسي بلس بلس اول شيء خمسة استخدمنا الخمسة بعدها الستة. هسه القيمة الجديدة شنو؟ ستة. زين ما دام القيمة الجديدة ستة لما نجي نطبعها هنا شنو القيمة اللي اخذها؟ اخذها القيمة الجديدة اللي هي هنا صارت ستة. وانا المفروض هاي نغيرها بالكومنت اللي هي صارت ستة. زين بعد الستة اجينا سوينا دكرمنت مباشرة صارت الدكرمنت؟ لا رجعنا مرة ثانية استخدمنا الستة وطبعناها بعدين سوينا دكرمنت يلا ذاك الوقت صارت خمسة. فهسه صارت خمسة. هسه القيمة الجديدة لما نجي نطبعها صارت خمسة لكن الدكرمنت صار بعد ما استخدمناها هنا. ليش؟ لأنه احنا استخدمنا البوست دكرمنت. ننزل نزلنا سطر أيضا هنا الانكرمنت بس هنا البري انكرمنت. البري انكرمنت عندك هذه اللي هو القبل الزيادة قبل. فهنا ايش راح يصير؟ صارت العفو صارت العفو هي خمسة أصلا رجعنا رستناها هي نفسها الخمسة. زين فلما استخدمناها هي نفسها الخمسة. بعدين هنا ايش سوينا؟ سوينا بري ديكرمنت يعني معناتها الخمسة صارت ستة. لما الخمسة صارت ستة واستخدمناها اللي انطبع ستة. بالنسبة للقيمة الجديدة صارت ستة. وهنا طبعا صار اشتباه لأنه كان المفروض نغير القيمة إلى ماينس ماينس. لهذا تلاحظون أنه ازداد. زين نعم فهنا مو صارت ستة واستخدمناها وطبعناها فهي ستة بقت. زين نجي هنا للقيمة الجديدة. القيمة الجديدة شنو هي؟ هي نفس القيمة اللي بقت هنا اللي هي نفسها الستة. بعدها نسوي لها بري ديكرمنت. البري ديكرمنت ايش راح يصير؟ راح تنقص القيمه يعني معناته 6 ناقصا 1 ايش قد تصير؟ تصير 5. القيمه اللي راح تتخزن بالمتغير 5 اللي هي قيمه جديده. لما نجي نطبعها باعتبار صار لها تنقيص قبل لا يتم استخدام قيمه المتغير واللي القيمه اللي تخزنت المتغير اللي هي الخمسه فراح تنطبع هنا الخمسه. ولما نرجع نطبعها خلاص هي هاي ثبتت القيمة بالمتغير الخمسة ومستمرة وهكذا وشكرا.